لما بعمل أحد الممبرز تبع الكلاس سواء filled أو method static فبكون عم بسمح ينعمل عليه access من دون ما نعمل initialization لهذا الأوبجكت. مثال إذا الكلاس player عرفت string name يكون static فبصير بقدر من الماي بروجرام طبعا الماي بروجرام لازم يكون اذا عمل اكسس لازم يكون بابليك فبصير يصير من التيم قدر اعمل عليه اكسس من دون ما اعمل انشلايزيشن وبالعكس اذا عمل اكسس انشلايزيشن فبيعطيني نوت انه لازم ما ينعمل عليه اكسس بهي الطريقه بحيث انه اذا بدي اعمل عليه اكسس فانا بس بكتفي اكتب البلاير اسم الكلاس دوت نيم بشكل مباشر من دون ما اضطر اني بحط بس عليه بس ندلو قيمه مثلا من دون ما اضطر اني اعرف player p1 equal new player بحط له قيمه xyz ونقله p1.name اصلا هلا صار النيم ماله اكسسبل غير static. شو معناته هذا الحكي؟ هذا الحكي معناته لو انا بعرف 10 instance من الكلاس player فهنن كلياتهم هياخدوا قيمة واحدة هي fg بالنسبة للفيلد اللي هو النيم. يعني وكأني ساويت هذا الفاريبل هو global على مستوى كل الانستنسز تبع الكلاس player وبالتالي الكلاس static هو مو بس accessible بس من اسم الكلاس هو وكأني عم ساوي ان هذا ثابت بالنسبة لكل الانستنسز. خلينا ناخذ مثال خلينا نشوف مثلا الكلاس اللي هو تيم في عنا private index equal 0 اذا فرضا حطيته هذا public وساويته static على لانه لو تركته بس static انا بكون عم حطه بس داخلي ما بقدر اعمل عليه access فحطيته public لحتى اقدر اعمل عليه access من my program فهلا انا معرف تيم واحد عم كل ما اضيف بلاير فهذا الاندكس عم ينزاد. هلا لو انا فرضا رحت عرفت تيم تاني تيم اثنين وداخل هذا التيم الثاني خليني اعمل كنترول اشارة استفهام لحتى اعملهم كلهم كومنت مع بعض واذا قلت له t1.index فما بقدر اعمل اكسس هم t1.index خطا لانه هي القيمه او هذا الفيلد هذا الاندكس هو مو بس مخصص للt1 او مخصص للt2 هو مخصص لكل التيم وبالتالي لحتى اعمل اكسس لازم اطلب team.index يساوي 2 فهو هون بهي الحاله الاندكس اللي داخل الt2 والاندكس اللي داخل t1 حيصيروا اثنيناتهم قيمتهم 2 وإذا بدي حابب شوفها فأنا ممكن روح على البلاير وروح هون أعمل ميثود اسمه print index هنعمل ميثود public print index تعمل system out dot print prints line للindex طبعا هاي الميثود لازم يكون خارجه هو void فاذا برجع على my program وبقول له t1.printindex و t2.printindex بعمل run على application f dash فهلاحظ انه القيمتين حيكونوا 2 فرضا اذا انا ما حطيت initialization value تركتها هي مثل ما هي initialized قيمتها صفر ورحت انتله t1.addPlayer new player خلينا نقول لاعب 11 واسمه احمد و t2 قلنا له انه ما بدنا بس نطبع الاندكس هون
لما هأطبع الاندكس هلاقي حيكون صفر. لما هضيف البلاير هلاقي انه الاندكس تبع T1 حيصير واحد، والاندكس كمان تبع T2 كمان حيصير واحد. اذا بعمل run الابليكيشن F11 فهلاقي انه اول اندكس اول print طبعت صفر، ضفت بلاير ام T1 صار اندكس تبع واحد والT2 اندكس تبع واحد، مع العلم انه ما في بلايرز بالT2، البلايرز بس موجودين بالT1 لانه الاري اللي هي بلايرز ما لها ستاتيك. اذا هي الفكره من فكره الستاتيك. وبالتالي اذا نحن عم نتساءل ليش المين هو ستاتيك، المين هو ستاتيك لسبب كثير وجيه، مشان يسمح الاوبريتنج سيستم يقدر يعمل اكسس على الابلكيشن تبعي من ميثود وحده من دون ما يعمل انشاليزيشن لهذا الكلاس. ومن الابلكيشن يلي هو الاوبريتنج سيستم بيقدر يطلب الابلكيشن فورا من طريق ماي بروجرام دوت مين، وبيبعث له الارجيومنتس اذا كان في ارجيومنتس من الكوماند لاين. طبعا بالمثال تبعي لا يفضل اني احط هذا الاندكس ستاتيك، لانه انا عندي قد يكون اكثر من تيم وكل تيم له اندكس شكل. هلا اذا بقيم هي الستاتيك وكمان برجع برايفت لانه ما في اي حد يقدر عليه اكسس، برجع برن الابلكيشن تبعي نفسه هذا اللي كانت نتيجته قبل شوي 0 1 1، هلاقي هعمل كلير الكونسول، هلاقي انه لما اعمل برنت للاندكس حيكون صفر. هعمل اد للبلاير حيصير T1 واحد بينما T2 حيضل صفر. هي F11 بنلاقي نتيجة 0 1 0.